ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن أداء النادي الأهلي في مباراة المقاولون العرب وتوقعاتهم؟ ولا توقعاتهم مش جاهزة؟ قولوا لي يا شباب. وناخد توقعات برضو، نبدأ بالمقاولين، نطلع نشوف تقرير عن توقعات أو رأي جمهور النادي الأهلي في مباراة المقاولون العرب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. كان المفروض الأهلي يجيب أكتر من كده، ان هو كان قدامه فرص كتيره بس ضيع اجوان كتير، وفي برضه تشكيلات مختلفه، فاللي هو المفروض كان الاهلي يجيب اكتر من كده عشان يضمن الماتش، لان الماتش كان المفروض لاخر ثانيه، كان ممكن ان احنا نخسر البونتين في بسهوله بسبب مثلا ان احنا ما تقدمناش في اي لحظه من المباراه. هو كان اداء كويس واحنا كسبنا في اخر الدقايق، بس هو كان في احسن من كده. هو النادي الاهلي كان بادئ المباراه كويس، بس يعني حصل كده حبه لخبطه، بعد كده يعني ركز شويه في الاخر، والحمد لله يعني جبنا الجون. هو الاهلي ماتشاته حلوه وكل حاجه، وكان عنده اداء اكتر ان هو يدخل اكتر من كذا جون وكده. عجبني طبعا اداء الاهلي مع المقاولين العرب، الجيم بقى مفتوح اكتر والاداء اتحسن اكتر بعد الجول الاول، بس الاداء كان جميل وكان في جمل تكتيكيه شفناها حلوه، وان شاء الله الجاي هيبقى احسن، وانا متفائل خير جدا بالنادي الاهلي مع موسيماني ان شاء الله. وقفشه كان يعني ما شاء الله عليه، بس ما كانتش ماشيه معايا يعني وكده. موسيماني بيفضل قاعد لحد الدقيقه 72 والدقيقه 75 ما بيعملش تبديل، عمل تبديل بيعمل تبديل واحد، ممكن يخش للدقيقه 80 و85 يبقى عامل تبديلين بس. طب ليه ما تضيع وقت في الدقيقه مثلا 60 تنشط نص ملعبك؟ موسيماني زي ما هو يعني التبديلات بس عشان خاطر والنبي، تبقى في الدقيقه 60 قبل 60 كمان، غير كده الدنيا زي الفل.